بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه البقعة الطاهرة المباركة في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، اليوم التاسع من شهر ربيع الآخر سنة 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس المبارك من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس السادس من مجالس مدارستنا لهذا الكتاب، راجين أن يكون لنا في ليلتنا الغراء هذه ليلة الجمعة من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتضاعف به لنا 10 صلوات أضعافا مضاعفة فضلا من ربنا الكريم سبحانه وتعالى. إذا ما الجمعة الغراء لاحت أثار هواك أنفاسا شذية، عليك صلاة ربي ما تغنت بذكرك أحرف الشوق الندية، صلى الله ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آل بيته وصحابته أجمعين. وما زال حديثنا موصولا أيها الكرام في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى في ذكر حكمة الله جل جلاله في الخلق والاختيار، أخذا من قول الحق سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وتقدم ذكر بعض الأمثلة التي ساقها المصنف رحمه الله لهذا الاختيار الإلهي ذي الحكمة الربانية العظيمة التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله. ومن ذلك تفضيل بعض البقاع على بعض، وتفضيل مكة على غيرها. وساق رحمه الله ذلك كله في مساق فضل الله الذي فضل ما شاء على ما شاء من خلقه، وأن الإضافة التي تضاف إلى الذات الإلهية إضافة تشريف، في مثل قوله: وطهر بيتي. وكذا كل ما أضيف من خلق الله إلى الله، والكل خلقه سبحانه، لكن الإضافة تقتضي تشريفاً فيها شيء من المحبة والجلالة والوقار، كإضافة العباد إليه: عباد الله وعباد الرحمن، ونداؤه الكريم سبحانه: قل يا عبادي. وكذا الإضافة له بالرسالة: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: فكل ما أضافه الرب إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاختيار. قال: ثم يكسوه بهذه الإضافة تفصيلاً آخر وتخصيصاً وتفضيلاً آخر وتخصيصاً وجلالة زائداً على ما له قبل الإضافة. فوصلاً لحديث المصنف رحمه الله فيما سبق بما سيلحق بنا في مجلس الليلة، سائلين الله التوفيق والسداد وأن يعمنا وإياكم في هذا المجلس بالبركة والأجر والخير العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه بقوله: وطهر بيتي. فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من المحبة والجلالة والوقار ما كستهم.
فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاختيار، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما له قبل الإضافة. ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن، وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء، وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح. وهذا القول باطل من أكثر من 40 وجها قد ذكرت في غير هذا الموضع. من هنا سيستطرد المصنف رحمه الله في الرد على مذهب وصفه بأنه باطل، وهو في الغالب يقصد مذهب أرباب نفاة الحكمة الذين ينفون الحكمة والتعليل في الخلق الإلهي والفعل الإلهي. وهؤلاء بعض طوائف المسلمين، ومذهبهم في نفي الحكمة مبني على بعض الأصول العقدية الفاسدة، والخلاصة أنهم يرون أن الله لا يخلق شيئا لحكمة وعلة، وإلا في زعمهم تجعل أفعال الله عز وجل معللة بالغرض أو بالحكمة أو بالباعث والداعي، ويرون أن تنزيه مقام الألوهية يقتضي نفي الحكمة. ليس معناها وصف الأفعال بعدم الحكمة، لكن لا يربطون الأفعال والخلق الإلهية بحكمة، كما لهم تفصيل في ذلك طويل، ولأهل السنة تقرير طويل أيضا في تفنيده وإثبات ضده. فلله الحكمة البالغة، والله لا يخلق ولا يفعل إلا لحكمة، فهو سبحانه وتعالى الحكيم، وهو أحكم الحاكمين، وكلامه موصوف بأنه حكيم، وهكذا في سائر هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ولم يوفق لهذا المعنى، لفهم هذا المعنى، من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن. يقول لا فرق بين مكة والمدينة وأي بلد على وجه الأرض، لا فرق بين رمضان والعشر الأواخر وعشر ذي الحجة وأي يوم في السنة، لا فرق بين الأنبياء والرسل والملائكة بل والعصاة والكفرة، لا فرق من حيث هم بشر ومن حيث هذه أماكن ومن حيث تلك أيام، لا فرق. ويقول لا مزية لشيء منها على شيء، لكنه الترجيح بلا مرجح. قال رحمه الله: هذا القول باطل من وجوه عدة ذكرت في غير هذا الموضع، ولعله يشير إلى بعض ما تطرق له المصنف رحمه الله في بعض كتبه كإعلام الموقعين وشفاء العليل والفوائد، فإن له تقريرا في تلك المواضع يرد فيها على مذهب نفاة الحكمة وبيان بطلان المعتقد الذي بنوا عليه جملة من المسائل والقواعد، هذه إحداها. نعم. ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده. يقول بعض الباطل ما تحتاج إلى الرد عليه، من شدة بطلانه ووضوح تهافته يكفي أن تفهم أن تتصور المذهب الباطل لتعرف بطلانه. يقول يكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده، لشدة فساده ووضوح بطلانه ما يحتاج إلى دليل ولا إلى رد وتفنيد، فيكفي أن تتصوره لتعرف البطلان الذي يحتويه. نعم. ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده، فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة، وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها. وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات، ليس لبقعة على بقعة مزية البتة، وإنما هو بما يقع فيها من الأعمال الصالحة. يقول مكة لا فرق بينها وبين بلاد الهند والسند والصين وأي مكان، لا فرق من حيث هي بقعة، لا فرق بينها وبين أي بقعة، إنما التفضيل بما يقع في مكة من الطواف والصلاة والحج والعمرة. فيقول أما من حيث هي بقعة فلا تمتاز على غيرها. موسى عليه السلام وفرعون كلاهما بشر، من حيث هما بشر لا مزية لأحدهما على الآخر،
لكن الوحي الذي نزل على موسى عليه السلام هو الذي فضله. فيقول الذوات والأماكن والبقاع والأزمنة ليس فيها تفضيل بمزايا وخصائص في ذاتها، هذا في سياق المصنف لبطلان هذا المذهب وبيان فساده. نعم. فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها في الأرض سميتها من الأرض، وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إلى وصف قائم بها. والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. والمصنف رحمه الله أورد الكلمة هذه في هذه الآية القرآنية على قراءة الإمام أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى بالجمع والنصب بالكسر، فإنها يعني قراءة الإمام أبي عمرو البصري رحمه الله كانت هي السائدة والمنتشرة في عامة أمصار الإسلام وبلاد المسلمين قرونا عدة، وإنما تفشت وانتشرت رواية الإمام حفص عن الإمام عاصم في ما بعد ذلك من القرون من القرن العاشر فيما بعده. والمصنف رحمه الله كما يشير المحققون أن الآية مكتوبة في عدد من نسخ الكتاب المخطوطة بالجمع الله أعلم حيث يجعل رسالاته بإثبات الألف، وهي القراءة الجمهور فيما عدا قراءة ابن كثير وحفص فإنهم يقرؤونها بالجمع. نعم. فالأولى إذا قرأنا كتابه رحمه الله أن نقرأه بالرواية أو بالآية على الرواية التي كتبها المصنف، فإن هذا ما كتبه وهي قراءة صحيحة. والله سبحانه قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته. إذن هم ماذا قالوا؟ قالوا ما الفرق بيننا وبين الأنبياء والرسل؟ إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أن ينزل علينا من الوحي مثل ما أنزل عليهم، فهم نظروا إلى أنهم هم والأنبياء سواء، فجاء الرد الله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته، إذن هم لا يصلحون للرسالة. إذن فعاد التفضيل والمفاضلة بين ذوات الأشخاص في أنفسهم أم إلى أمر خارج؟ إلى ذوات الأنبياء والرسل في أنفسهم، هم لا يصلحون، ذواتهم لا تصلح لتحمل الرسالة ولا للاصطفاء والنبوة. فهذا الرد في مثل هذه الآية الكريمة من الأدلة التي تدل على بطلان هذا المذهب الذي حكاه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. أي ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالاته، بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها، والله أعلم بهذا المحال، والله أعلم بهذه المحال منكم، فلو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك رد عليهم. وكذلك قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمه، أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيخصه بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره، فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال منته والتخصيص بكراماته طيب، فلما قال الله قال أليس الله بأعلم بالشاكرين، فالله أعلم سبحانه بمن يكون من عباده شاكرا فيكون مأجورا مثابا على ذلك ويخصه بفضله، ولأنه شاكر فيزيده ربه سبحانه وتعالى من نعمته،
أكثر ممن لا يشكره. إذن ليس كل محل يعني عبد أو نفس بشرية ليس كلها تصلح لشكر الله واحتمال منة الله والتخصيص بكرامة الله، إنما الأمر يعود إلى ما؟ إلى اختيار من الله واصطفاء. هذا الاختيار والاصطفاء لحكمة وعلم إلهي سابق بما يصلح لذلك من ذلك الذي ذكر المصنف رحمه الله. فذوات ما اصطفاه الله واختاره من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست في غيرها، ولأجلها اصطفاها الله، وهو سبحانه الذي خصها بتلك الصفات، فهو الذي أعطاها الصفات وخصها بالاختيار، فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا قول وسط بين طرفين متناقضين. طرف يقول إنه لا فرق بين ذات وذات وبين مكان ومكان ولا بين زمان وزمان، المذهب الذي حكم عليه المصنف بالبطلان. هذا مذهب باطل، وكما قال يكفي تصوره في فساده، يعني لا يحتاج إلى رد وتفنيد لبيان بطلانه. يقابله ماذا؟ يقابله قول يزعم أن تفضيل بعض الأشياء على بعض هو تفضيل ذاتي، يعني لشيء يتعلق بها مكتسب من ذواتها، وأن ذات مثلا البلد أو ذات الشخص كالملك أو النبي عليهم السلام أنهم يحصلون التفضيل بأمر ذاتي في 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 ذوات هذه الأشياء مكتسب. يقول لا، هي صفات ذاتية، لكن الله عز وجل هو الذي جعل تلك الصفات في تلك الأماكن، فلأجلها امتازت وتفضلت. إذن هذا قول وسط، إن هناك تفضيلا يعود إلى صفات وخصائص مرتبطة بتلك الذوات، لكن تلك الصفات والخصائص ليست مكتسبة بل هي من الله هبة واختيار وتفضيل. فهذا قول وسط، قال رحمه الله تعالى مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست في غيرها، لأجلها اصطفاها الله، وهو سبحانه الذي خصها بتلك الصفات، فهو الذي أعطاها الصفات ثم فضلها وخصها بالاختيار. فإذا إعطاؤه الصفات سبحانه وتعالى لتلك الأشياء جزء من خلقه، ثم تفضيله لها بتلك الصفات هو اختياره، فهذا خلق وذاك اختيار. ولهذا جمع بينهما في الآية الكريمة فقال وربك يخلق ما يشاء، خلق مكة بتلك الصفات، وخلق الأنبياء والملائكة عليهم السلام بتلك الصفات، وخلق ذلك الزمان بتلك الصفات والخصائص، خلقها بتلك الصفات ثم اختارها وجعلها مفضلة وذكر فضلها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني أيضا ويختار ما يشاء على ما خلق سبحانه وتعالى وخصها بالخلق. نعم. وما أبين بطلان رأي يقتضي بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأماكن، مساو لسائر الأمكنة، وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض، وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لذات غيره، وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات، بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها. يقول ما أبين بطلان مثل هذا الرأي الذي يقول مكان البيت الحرام مساوي لسائر الأمكنة، ذات الحجر الأسود مساوي لكل حجارة الأرض، ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لذات غيره، وأن التفضيل بأمر خارج عن الذات وعن الصفات القائمة بها. نعم. وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها، وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عام. يقول ليس معهم من الحجة أو من الدليل أو من تعليل ما ذهبوا إليه سوى قولهم إن هذه الذوات مشتركة في أمر عام. يقول ومع ذلك هذا الاشتراك في الأمر العام لا يوجب تساويها في الحقائق. نعم. وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة،
لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية، وما سوى الله بين ذات المسك وذات البول أبدا، ولا بين ذات الماء وذات النار أبدا، والتفاوت الذي بين الأماكن الشريفة وأضدادها والذوات الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير. أرأيت عاقلا تسأله فتقول له: هل ذات البول أكرمكم الله في حقيقته ومادته ومهاييته مثل ذات المسك؟ شتان. وأنت لا تحتاج أن تقنع عاقلا بقي في رأسه حبة ذرة من عقل، ما تحتاج أن تسوق له الأدلة والبراهين أن البول أكرمكم الله والمسك لا يتساويان. فلو طلب إنسان أن تقيم له الدليل على ذلك فاتركه وشأنه ووفر وقتك وجهدك، فمثل هذا لا يحتاج إلى بيان. لا يحتاج عاقل إلى أن تثبت له أن ذات الماء تختلف عن ذات النار في الحقيقة، في الخاصية، في الفضائل، في الفوائد. فلو طلب الدليل على ذلك قلت لك فاتركه وشأنه. يقول: التفاوت الذي حصل أو وقع بين الأماكن، بين مكة وغيرها، أو بين الذوات كالأنبياء مع غيرهم من البشر، أو الزمان كالأيام الفاضلة مع غيرها، التفاوت الحاصل بين هذه الأماكن الشريفة وأضدادها والذوات الشريفة وأضدادها أعظم من التفاوت الذي بين المسك والبول وبين الماء والنار. فإذا كان ذلك لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى جهد وعناء لإثبات التفاوت، فهذا من باب أولى ألا يحتاج إلى ذلك، ولا هو مستدعي أن تقيم الأدلة والبراهين على هذا التفاوت. نعم. فبين ذات موسى وفرعون من التفاوت أعظم مما بين ذات المسك والرجيع. الرجيع فضلة الحيوان أكرمكم الله، فلا تسوي بين قطعة المسك وقطعة من روث البهائم والحيوانات أكرمكم الله. التفاوت الذي بين ذات موسى نبي الله وكليم الله عليه السلام وبين فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، أحد أعمدة جهنم عياذا بالله، لا، التفاوت الذي بين هاتين الذاتين أعظم من التفاوت الذي بين المسك وفضلة الحيوان أكرمكم الله. فهذا لا يحتاج إلى إثبات الأدلة على قيام التفاوت بين هذه الذوات. وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت الشيطان أعظم من هذا التفاوت بكثير، فكيف تجعل البقعتان سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟ أشار المحقق إلى أنه في بعض النسخ المطبوعة: وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان. قال: والصواب في النسخ المخطوطة الذي صوب عليها الكتاب التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت الشيطان، وهذا أبلغ في الرد على مذهب باطل. ما زال المصنف رحمه الله يقرر الرد على تهافته وبطلان تقريره. يقول: التفاوت بين الكعبة وبين بيت الشيطان أعظم من التفاوت الذي قال فيه بين المسك والرجيع أكرمكم الله. ولا يمكن أن تقول إن التفاوت بين الكعبة وبيت الشيطان هو بحسب ما يقع في المكان من العبادة والذكر والصلاة، أبدا، بل التفاوت في ذات المكان، فإنه مخصوص بالفضل، وما يحصل فيه من العبادة والذكر والدعاء والصلاة زاده فضلا وتشريفا، وليس مناط التشريف ما يقع فيه، بل مناط التشريف والتفضيل ذات المكان الذي خص بتلك الصفات والخصائص التي جعلها الله عز وجل فيه اختيارا منه سبحانه، على حد قوله جل جلاله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المذلول، وإنما قصدنا تصويره، وإلى اللبيب العاقل التحاكم، ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئا، والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله. نعم،
هو معطي ذلك المرجح وواهبه، فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم، كما تقدم قبل قليل في كلامه رحمه الله تعالى. ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض. انتقل رحمه الله إلى صورة أخرى من صور التفضيل في خلق الله، التي اختار الله عز وجل فيها بعض الأيام على بعض. فلو سألتكم معشر المسلمين، ما أعظم الأيام وأفضلها؟ يوم الجمعة أو يوم عرفة أو يوم النحر، يوم عيد الأضحى أو يوم عاشوراء أو عشر ذي الحجة؟ كل هذه أيام فاضلة، جاءت الشريعة ببيان فضلها. أم أيام العشر الأواخر في رمضان؟ هذه كلها أيام فاضلة. فلو قلنا أيها هو الأفضل من غيره، عدنا إلى أصل المسألة، أن الله عز وجل الذي خلق الشهور والأيام فضل بعضها على بعض، فجعل عشر ذي الحجة فاضلة، وجعل شهر رمضان فاضلا، جعل الأشهر الحرم أفضل من غيرها، وهكذا فضلا من الله فضل به بعض الأيام على بعض. فأصل المسألة إذن ثابت، ويبقى خلاف أهل العلم وفقكم الله، كما اختلفتم في الإجابة على السؤال قبل قليل، اختلفوا في أي أيام العام هو أفضل. والمصنف رحمه الله سيشير الآن إلى طرف يسير مختصر من هذا الخلاف بين أهل العلم. نعم. ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عنده يوم النحر. عنده عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. يوم النحر ما هو؟ يوم عيد الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة. نعم. وهو يوم الحج الأكبر كما في السنن، وكما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. هذا نص صريح، أفضل الأيام عند الله يوم النحر الذي هو يوم العاشر من شهر ذي الحجة، تنحر فيه الأضاحي والهدي، فهذا يوم يشترك فيه المسلمون حجاجا وغير حجاج في إراقة الدماء قربة إلى الله، تكبيرا وتعظيما وفرحة وابتهاجا، هذا يوم النحر. قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ما يوم القر؟ يوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وسمي بيوم القر لأن الحجاج يقرون فيه بمنى، فإنهم يوم الثامن كانوا بمنى، ويوم التاسع ذهبوا إلى عرفة، وليلة العاشر أفاضوا إلى المزدلفة وباتوا بها، ثم تحركوا صبيحة العاشر إلى مينا، ثم نزلوا المسجد الحرام فطافوا، ثم انشغلوا بأعمال الحج الأكبر، الرمي والحلق والنحر والطواف، ثم استقروا ليلة الحادي عشر، فإذا هم يوم الحادي عشر بمينا قد قروا في مساكنهم ومنازلهم بمينا، فسمي بيوم القر. قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. نعم. وقيل: يوم عرفة أفضل منه، وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي. هذا القول الثاني في المسألة، أن يوم عرفة أفضل حتى من يوم النحر. قال: وهذا المعروف عند أصحاب الشافعي. طيب، إذا قلنا إن يوم النحر أفضل فما دليله؟ الحديث: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. ومن قال إن يوم عرفة أفضل فما دليله؟ فما الدليل؟ طيب اسمعوا. نعم. وقيل يوم عرفة أفضل منه، وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي، قالوا: لأنه يوم الحج الأكبر. هذا أولا. نعم. وصيامه يكفر سنتين. هذا ثانيا. وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة. هذا ثالثا. ولأن الله سبحانه يدنو فيه ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. هذا رابعا. الآن فما قولكم، يوم عرفة أفضل أم يوم النحر؟
هذان قولان شهيران لأهل العلم. ولتعلموا أن أهل العلم رحمة الله عليهم وسلك بنا سبيلهم إذا اختلفوا في المسائل وتفاوتت أقوالهم فلا يبنونها على الأهواء ولا على الآراء الشخصية، بل يبنونها على الأدلة وما تدل عليه القواعد والأدلة بعموماتها وبخصوصها. هذان قولان، يوم عرفة أفضل كما قال المصنف هو الأصح عند الشافعية، وبه قال أيضا بعض أهل العلم من المذاهب الباقية الحنفية والمالكية والحنابلة. نقل ذلك النووي عن البغوي قال يوم عرفة أفضل أيام السنة، ورجحه أيضا من العلماء في المذاهب الأخرى زين الدين العراقي والسيوطي من الشافعية والزيلعي من الحنفية والزرقاني من المالكية وابن النجار من الحنابلة. ولما جاءوا لحديث أفضل الأيام عند الله يوم النحر تأولوه على أن الأفضلية هنا ليست مطلقة، قالوا بل هو بمعنى أي من أفضل الأيام، كما تقول فلان أعلم الناس أو أكرم الناس، وأنت تقصد أنه من أعلمهم ومن أكرمهم. قالوا فهذا أسلوب تستعمله العرب فيحمل الحديث على هذا المعنى. لماذا؟ قالوا لأننا وجدنا خصائص عرفة وفضائل عرفة أكثر، في مثل ما ذكر المصنف قال يوم الحج الأكبر، أيضا هذا خلاف هل يوم الحج الأكبر هو عرفة أو يوم النحر، وصيامه يكفر سنتين كما في الحديث الصحيح. أيضا ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، كما صح بذلك الحديث قال وإنه يدنو، يعني الله جل جلاله، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وفي رواية قال أشهد قال عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيوم عرفة يوم عظيم، الدعاء فيه فاضل على غيره، فصار أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا مما خص به هذا اليوم العظيم، فجعل ركن الحج الأكبر وهو الوقوف بعرفة في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة. قال المصنف رحمه الله تعالى كل هذا في سياق من قال إن يوم عرفة أفضل. وتقدم بكم أن من قال إن يوم النحر أفضل بناء على صراحة الدليل أفضل الأيام، وفي رواية أعظم الأيام، فكون النص الصريح في الدليل يأتي بهذا الوضوح أفضل وأعظم، فلا مجال لأن نقول إن يوما غيره أفضل منه، أو إن يوما سواه يزيد عليه في الفضل والعظمة. ولهذا رجح ابن القيم هنا تبعا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجد شيخه المجد ابن تيمية رحم الله الجميع أن الصواب أن يوم النحر أفضل. وتبقى المسألة مما تحتمل الاجتهاد السائغة الذي يتفاوت أهل العلم في تقريره وبيان الراجح منه، كل حسب ما يترجح له من الدليل. نعم. والصواب القول الأول، يعني تفضيل يوم النحر. نعم. لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه، يعني يقصد الحديث أفضل الأيام عند الله يوم النحر. نعم. والصواب أن يوم الحج الأكبر يوم النحر، هذا ردا على من قال في فضل عرفة إنه يوم الحج الأكبر، لما جاءت الآية في سورة التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. تفاوت المفسرون سلفا وخلفا يوم الحج الأكبر في الآية ما هو، فمنهم من قال هو يوم النحر ومنهم من قال هو يوم عرفة، ولذلك تفاوت العلماء في تحديد يوم الحج الأكبر فإنه مزية على غيره من سائر الأيام. قال رحمه الله والصواب أن يوم الحج الأكبر يوم النحر. نعم. والصواب أن يوم الحج الأكبر يوم النحر لقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعليا أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة، لا يوم عرفة. وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الحج الأكبر يوم النحر،
وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة، يعني موقوفا عليهم رضي الله عنهم جميعا. ففي الأثر الموقوف على أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال يوم الحج الأكبر يوم النحر، وكذلك ثبت عن عدة من الصحابة كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فكون الصحابة يتواطؤون على تفسير يوم الحج الأكبر بأنه يوم النحر يعطي دلالة على رجحان هذا القول. وفي الآية وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الحج في السنة التاسعة لم يحج بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، بقي بالمدينة وأرسل أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج ذلك العام. قال أهل العلم لذلك حكم، أولها أن سنة 9 هو المسمى في السيرة بعام الوفود، لأن مكة فتحت سنة 8 من الهجرة، فما كان بعد فتح مكة إلا إقبال القبائل والجماعات تفد على رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة تعلن إسلامها وتأتي لتعلم أحكام الشريعة وتعلن البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي في المدينة فلم يخرج للحج لأسباب، هذا أولها، بقي في المدينة لاستقبال الوفود سنة 9 المسمى بعام الوفود. والحكمة الأخرى أن مكة بعد الفتح لم يزل فيها من بقايا الجاهلية التي كانت العرب تفعلها إذا أتت البيت الحرام مما لم يزل بعد تماما، فأراد عليه الصلاة والسلام تطهير البيت تماما، ولهذا أرسل أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج من أجل أن يقام الحج في حكم الإسلام بعدما دخلت مكة في الإسلام، ومن أجل أن يهيئ رضي الله عنه بحجه بعض الأمور التي تجعل الحج من العام القادم على أتم ما يكون. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فكان هذا من تطهير البيت من بقايا الجاهلية ودنسها ورجسها الذي كانت تمارسه بلوثة الجاهلية في مكة أيام الجاهلية، فأراد عليه الصلاة والسلام أيضا تطهير هذا. لما نزلت صدر سورة براءة بعدما تحركت قافلة الحج من المدينة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة كعلي وأبي هريرة رضي الله عنهما ليدركا الخليفة، ليدرك أمير الحج أبا بكر رضي الله عنه بما نزل من سورة التوبة لتتلى على جموع الحجيج بمكة، فإن فيها ميثاقا عظيما، وفيها المفاصلة بين الإسلام والكفر، وفيها إعلان القتال، وفيها الهدنة التي فرضت ثم انسلخ الأشهر الحرم فما كان من الحكم مقررا بعده، فكانت أصول محكمات أراد عليه الصلاة والسلام أن تسمعها أمة الإسلام وجموع الحجيج الذين أتوا سنة 9 من الهجرة. الشاهد في هذا كله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، لما بعث أبا بكر وعليا أذنا بهذا الأذان المذكور في الآية يوم الحج الأكبر فكان يوم النحر، فدل على أنه المراد بالآية الكريمة وليس يوم عرفة. وساق المصنف أيضا حديث سنن أبي داود يوم الحج الأكبر يوم النحر، والحديث صحيح قال المصنف بأصح إسناد، وأراد به رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويريد صحة الإسناد لا أنه أصح الإسناد وإنما هو تجوز منه رحمة الله تعالى عليه. نعم. ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والاستقالة، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة، لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة ثم أذن لهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته، ولهذا كان فيه ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجمار، ومعظم أفعال الحج وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. يعني هذا من المصنف رحمه الله شرح وبيان، مع كون يوم عرفة يوما فاضلا عظيما لكنه تقدمة
وتوطئة ليوم أعظم يأتي بعده، كالاغتسال والتطيب الذي تتهيأ به لصلاة الجمعة. فالاغتسال والتطيب ولبس الثوب النظيف أعظم أجرا أم صلاة الجمعة نفسها؟ صلاة الجمعة، وما يكون قبلها استعداد وتهيئة لها. قال: فكذلك يوم عرفة هو تطهير معنوي من الذنوب والخطايا، تغفر فيه الذنوب وتقال فيه العثرات وتعتق فيه الرقاب، فيقبل العبيد على ربهم يوم النحر، ولهذا يأتون إلى البيت للطواف فيفدون إلى بيته بعدما تطهروا من ذنوبهم. فيوم عرفة على فضله قال هو تقديمة ليوم النحر، وقوف وتضرع ودعاء وبكاء وخشوع وتوبة وعتق من النار. ثم إذا جاء يوم النحر كانت الوفادة، الزيارة، الإتيان للحرم للطواف بالبيت. فيقول هذا هو المقام العظيم، القدوم إلى بيت الله والطواف بعدما حصل لهم يوم عرفة من الإذن لهم بالإتيان. ولهذا يأتي يوم العيد فتذبح القرابين وتحلق الرؤوس وترمى الجمرات، ومعظم أفعال الحج يقع في هذا اليوم. قال: وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم، يعني يوم النحر. وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة: ما أفضل الأيام، يوم الجمعة أم يوم عرفة أم يوم النحر؟ فأجاب رحمه الله بقوله: أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء. يعني إذا سألت عن أيام الأسبوع، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، فباتفاق أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. يقول: أما أفضل أيام العام فيوم النحر. فلو قال قائل: طيب ويوم الجمعة وأدلته؟ سيأتي في كلام المصنف رحمه الله بعد قليل. قال: يوم الجمعة يوم متكرر كل أسبوع، فالفضيلة فيه متكررة، لكن يوم عرفة يوم مستقل يأتي مرة في العام، ثم قد يجتمعان. كيف يعني؟ يعني يوافق يوم عرفة أن يكون يوم جمعة، فبالتالي تجتمع الفضيلتان فيكون من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء. قال: وأفضل أيام العام يوم النحر، وقال بعضهم يوم عرفة، والصحيح هو الأول لحديث السنن: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، على ما ذكر تلميذه هنا ابن القيم رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام، فإن أيامه أفضل الأيام عند الله، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهي الأيام العشر التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله: والفجر وليال عشر. ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك إلى سائر البقاع. نعم، لأن هذه الأيام أيام حج، فنسبتها إلى الأيام، يعني إذا قلت ما حكم هذه الأيام العشر بالنسبة لسائر أيام السنة، قال هو كما تسألني ما موقع عرفة ومنى ومزدلفة بالنسبة لسائر البقاع على وجه الأرض. قال: نسبتها إلى الأيام عشر ذي الحجة كنسبة مواضع المناسك إلى سائر البقاع، يعني في التفضيل والاختصاص الذي امتازت به عن سائر أيام العام. أحسن الله إليكم. ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر فيها على ألف شهر. فإن قلت: فأي العشرين أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأخير من رمضان؟
الأخير والآخر نسختان أشار إليهما المحققون. نعم. وأي الليلتين أفضل، ليلة القدر أو ليلة الإسراء؟ قلت: أما السؤال الأول فالصواب فيه أن يقال ليالي العشر هذان سؤالان. عندنا العشر الأخيرة من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، هذه عشر وتلك عشر. وقد صح عن عثمان النهدي رحمه الله أنه قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخيرة من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة، نعم، والعشر الأول من المحرم. كان السلف يعظمون هذه الأيام. السؤال: العشر الأخيرة من رمضان فاضلة، ما فضلها؟ وقوع ليلة القدر فيها. والعشر الأول من ذي الحجة أيضا فاضلة، ما فضلها؟ وقوع يوم عرفة ويوم النحر فيها. فالسؤال: أي العشرين أفضل، العشر الأخيرة من رمضان أم العشر الأول من ذي الحجة؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني: ليلة القدر أفضل أم ليلة الإسراء؟ ليلة القدر ماذا حصل فيها؟ نزل القرآن. وليلة الإسراء ماذا حصل فيها؟ أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء السابعة، وفرضت الصلوات الخمس. هذان سؤالان. نعم. قال: قلت أما السؤال الأول فالصواب فيه أن يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه. هذا من المصنف رحمه الله متابعة لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا جواب لطيف خرج به من الإشكال. فإن أهل العلم بين قائل بتفضيل العشر الأخيرة من رمضان ويسوق لذلك الشواهد والفضائل، وبين قائل بتفضيل العشر الأول من ذي الحجة ويسوق أيضا الأدلة والفضائل. فقال رحمه الله: إن جئت تتكلم عن النهار الأيام فأيام عشر ذي الحجة أفضل، وإن جئت تتكلم عن الليالي من المغرب إلى الفجر فليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل، جمعا بين الأمرين وبين الفضائل في كل من هاتين العشرين. عشر رمضان الفضل فيها فعلا لليالي، ولهذا شرع القيام فيها وإحياؤها والاجتهاد في طلب العفو وسؤال المغفرة والفوز، لأنها بينها ليلة القدر، وليلة القدر ليلة وليست يوما، بخلاف عشر ذي الحجة فإن الفضل فيها لليوم، تقول يوم عرفة ويوم النحر، فالفضل فيها هناك لليوم، والعمل يقع في اليوم كذلك، فالوقوف بعرفة يقع يوم عرفة وليس ليلة عرفة، والرمي والحلق والنحر والطواف أعمال تقع يوم النحر وليس ليلة النحر. فهذا من باب الجمع بين الفضائل وتنزيل الأمور منازلها. نعم. قال: فالصواب فيه أن يقال ليالي العشر الآخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه. ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة إنما فضلت باعتبار أيامه. إنما فضلت في نسخ، ورجح المحقق قال إنما فضل على اعتبار العشر، قال وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه. نعم. وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه، إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. وأما السؤال الثاني، أي سؤال التفضيل بين ليلة القدر وليلة الإسراء، أيهما أفضل؟ ليلة القدر لأن القرآن نزل فيها فشيء من السماء نزل إلى الأرض، أم ليلة الإسراء التي صعد فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء؟ أيضا هذه مفاضلة، فمن نظر إلى
أحد الجانبين رأى فيه فضلا عظيما. نعم، في ليلة الإسراء حدثت معجزة كونية فريدة ما حصل مثلها قبل ولم يتكرر مثلها بعد، فشيء عظيم حدث في الكون في ذلك اليوم في ليلة الإسراء. وأما ليلة القدر فحسبكم أنها الليلة التي ذكرها الله عز وجل في مقام الثناء والتعظيم والإجلال. وما أدراك ما ليلة القدر، مع ما فيها من الفضائل والخصائص التي ليس هذا مقام عدها وليست تخفى عليكم. قال رحمه الله، هذا أيضا سؤال، ولشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواب على هذا السؤال نقله المصنف هاهنا. نعم، أحسن الله إليكم. وأما السؤال الثاني فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن رجل قال ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر بل ليلة القدر أفضل، فأيهما المصيب؟ انظروا رحمكم الله كيف يكون جواب العلماء. أهل العلم إذا تكلموا على المسائل يتكلمون بنور الوحي، وليست انطباعات شخصية ولا آراء ذاتية ولا اجتهادات يعني يتكلمون فيها بواقع وحي الخاطر وهوى النفوس. ينطلقون من نور الشريعة، من الدليل، يبنون ذلك على معنى عظيم ينبيك عن فقه رزقته تلك العقول بنور من تقوى الله لما حصلت من العلم بالشريعة التي أكسبتها ذلك المقام العظيم. فأجاب الحمد لله. أما القائل إن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، إن أراد بذلك أن الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين. طيب، هذه مقدمة. من يقول إن ليلة الإسراء أفضل يقصد أن قيام ليلة الإسراء متى هي؟ أي ليلة؟ في رجب أم في شعبان أو في رمضان؟ طيب، سيأتي في كلام المصنف، قال ليلة الإسراء لا تعرف عينها، ولم يقل دليل على شهرها ولا عشرها ولا عينها. فعلى كل حال، حتى لو افترضنا أنه وقع تحديد ليلة الإسراء ليلة 15 أو 27 من رجب أو غيرها، لو افترضنا أن ليلة الإسراء محددة، هل قال أحد إن قيام ليلة الإسراء أفضل من قيام ليلة القدر؟ قال هذا لم يقله أحد من المسلمين. إذا ما معنى أن تقول إن ليلة الإسراء أفضل؟ ما وجه التفضيل وما أثره؟ قال رحمه الله يرتب لك المعاني مسألة مسألة. يقول من قال إن ليلة الإسراء أفضل، إذا أراد أن قيامها والدعاء فيها أفضل من ليلة القدر، قال فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين. نعم، وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها. يعني إذا افترضنا أنها ليلة معروفة بعينها بالتاريخ أي ليلة هي. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، فكيف ولم يقم دليل معلوم على شهرها ولا عشرها ولا عينها؟ بل النقول في ذلك منقطعة ليس فيها ما يقطع به، ولا يشرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره بخلاف ليلة القدر، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقد أخبر الله سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنه أنزل فيها القرآن.
وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحيح. ما الذي حصل فيها لم يحصل في غيرها؟ كل ما حصل فيها كان معجزة. الإسراء في جزء من ليلة من مكة إلى بيت المقدس برسول الله عليه الصلاة والسلام، صعوده البراق، العروج به إلى السماء، مقابلة الأنبياء، إمامته بهم عليه وعليهم صلاة الله وسلامه في المسجد الأقصى، مقابلته الأنبياء في السماوات، بلوغه السماء السابعة، وارتقاؤه إلى سدرة المنتهى، وبلغ موضعا لم يبلغه قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي حصل فضلا عن فرض الصلوات وما كان في قصتها وعظمة ذلك الموقف العظيم، هذا شيء ما حصل في أي ليلة سواها. إن أراد القائل بتفضيل ليلة الإسراء أنه حصل فيها ما لم يحصل في غيرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهذا صحيح. سؤال: هل هذا يعني إمكان تفضيلها وتخصيصها بعبادة تزيد به عن فضل ليلة القدر؟ قال الجواب لا، ولم يقل به أحد. فما رأيكم لو قال قائل ليلة الإسراء أفضل من غيرها بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل بالنسبة للأمة سواه عليه الصلاة والسلام؟ هذا قول ذكره بعضهم، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله ولعله في ليلة المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. نعم. وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحيح، وليس إذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضله في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك المكان والزمان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه. هذا سؤال، وهو سؤال وارد وفي محله تماما. إن قلت إن ليلة الإسراء حصل فيها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وشيء عظيم أعظم من ليلة القدر، فيقول السؤال أليس إنزال القرآن ليلة القدر في جلالته وعظمته ونعمة اختصت بها أمة الإسلام بالوحي الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا يعتبر أفضل من غيره؟ قال والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.